للإسراع في تحقيق جميع ركائز قطر الوطنية 2030 وتحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة، أطلقنا برنامج قطر الذكية تسمو، والذي سيقوم بضخ استثمارات ضخمة في مجال تطوير البنية التحتية الرقمية، كما تم الانتهاء من استراتيجية قطر الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع مركز قطر لبحوث الحوسبة وبمشاركة عدد من كبار الخبراء في الجامعات العالمية. وتعد هذه الاستراتيجية الأولى من نوعها بين الحكومة ومركز بحثي، والتي تهدف للتحول إلى الذكاء الاصطناعي وتسخيره لتأمين مستقبل قطر الاقتصادي والاستراتيجي على نحو ما ترمي إليه رؤية قطر الوطنية 2030. لقد بدأت قطر بالفعل في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة على مختلف المستويات جراء استخدام التقنيات الذكية، حيث ساهمت هذه التقنيات في تطوير حركة المرور، المساهمة في تطوير قطاع الرعاية الصحية وقطاع التعليم ليصل للمرتبة الأولى عربياً والخامسة